مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير بطاطا مع الحليب، وجبة للفطور او للعشاء، كتير سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة بكل بيت. قشرت البطاطا وغسلتها وقطعتها بهيدي السماكة، هذه السماكة اللي منا اياها. ضيف عليهم حليب، زعتر، فيكن انتو تستبدلوا الزعتر ببابريكا او بهار بطاطا او كمان حبق. انا حطيت زعتر، بفضل الزعتر عشان بيعطي نكهة كتير قوية وطيبة. نص ملعقة صغيرة زعتر حطيته، نص ملعقة صغيرة ملح. هلأ بحطهم على الغاز. كل شوي بحركن شوي عشان ما يلزق عنا الحليب بالمقلاي. بلش الحليب يغلي عنا، هلأ بخفف الغاز شوي. بعد مرور حوالي 10 دقايق هلأ بتأكد من البطاطا انها استوت. هيدي البطاطا استوت. كمان عنا هون جبنة تشادر وجبنة مازوريلا. هلأ هي هيدي الوجبة بتتاكل، بتتقدم بهيدي الطريقة، بس انا عشان الاولاد يرغبوها ويحبوها رح ضفلن جبنة عليها. بوزع جبنة على الوجبة هيدي الطريقة. هلأ بحطها بالفرن، بس بحمل الفرن من الأعلى لتذوب الجبنة. هيدي الوجبة بعد ما طلعت من الفرن. إذا لاحظتوا شغلي، هيدي الوجبة ما حطيت لها لا زيت ولا زبدة، عشان جبنة تشادر بتجي مدهنة شوي، كرمال هيك ما ضفت لها أي زبدة أو سمنة. شايفين شكلها بشهي طلع. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.